افتتح رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، انقل لنا فعاليات المعرض، أهم السلع المعروضة ونسب التخفيضات لديك. أهلا بك إيمان، وأهلا بيوسف وبكل السادة المشاهدين. بالفعل نتواجد بمعرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة. هذا المعرض الذي يعني غادر منه منذ قليل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد افتتاحه، والتأكيد على أن هذا المعرض يأتي للتخفيف عن المواطنين. هذا المعرض جاء مبكرا قبل يعني شهر رمضان بثلاثة أشهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة المواطنين. كل السلع تتواجد هنا داخل هذا المعرض بتخفيضات تبدأ من 20 إلى 25 و30%، وهناك بعض السلع يصل بها التخفيضات إلى نسبة 50%. هذا المعرض يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويشارك فيه ما يقرب من 60 عارض من خلال 100 منفذ. يشارك كل الشركات المختلفة تشارك في هذا المعرض وتقدم كل التخفيضات. السلع الأساسية سواء بنتحدث عن الأرز أو عن الزيت أو السكر، كل هذه المنتجات الأساسية تتواجد، بالإضافة أيضا إلى منتجات اللحوم والأسماك والدواجن والألبان. فكل هذه السلع تتواجد داخل هذا المعرض، وهو يخدم قطاع كبير جدا في منطقة فيصل. ومنذ يعني انطلاق أو منذ أن غادر رئيس مجلس الوزراء المعرض، بدأ التوافد بعدد كبير جدا من المواطنين على هذا المعرض للاستفادة بالطبع من التخفيضات الموجودة داخل محافظة الجيزة. هذا المعرض يأتي ضمن خطة وجود خمسة معارض في حتى نهاية هذا الشهر، ومستهدف خلال الشهر القادم الوصول إلى 15 معرضا داخل محافظة الجيزة. هذا المعرض كما تحدثنا يخدم قطاع كبير من المواطنين. هذا بالإضافة أيضا إلى أو التزامن مع إقامة معرض أهلا رمضان بكل المحافظات، ما لا يقل عن 5 معارض في كل محافظة. وأيضا يعني بالتزامن مع السيارات المتنقلة التي ستكون في كل القرى وكل النجوع للوصول إلى المواطنين وتقديم السلع بكميات كبيرة وبتخفيضات مناسبة. هذا أيضا بالإضافة كما تحدث وزير التموين منذ قليل أنه بجانب المجمعات الاستهلاكية الموجودة التابعة لوزارة التموين، سيكون هناك يعني مكان مخصص لمعرض أهلا رمضان لتقديم كل السلع المتاحة بتخفيضات مناسبة. هذا المعرض الذي نتحدث فيه يفتح أبوابه للجمهور من 9 صباحا حتى 11 مساء حتى نهاية شهر رمضان الكريم، لتقديم كل المنتجات الغذائية ومستلزمات شهر رمضان للمواطنين بكميات كبيرة وبتخفيضات كما تحدثنا. يعني الصورة كما تتضح الآن من خلفي إقبال كبير على كل المنتجات، سواء بنتحدث عن اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، فبالتالي سيكون هناك استفادة كبيرة. وكما تحدث الدكتور مصطفى مدبول، هناك خطة موسعة يعني توافر كل السلع بأسعار مخفضة تصل على بعض السلع وبعض المنتجات إلى 50% كما تحدثنا. فبالتالي فرصة كبيرة جدا لكل المواطنين في منطقة فيصل، وهي رسالة يعني طمأنينة كبيرة جدا من قبل وزير التموين ودولة رئيس مجلس الوزراء يعني طمأنة المواطنين بتوافر السلع بكميات كبيرة. كل في منطقته يسأل عن معرض أهلا رمضان، لأن هذا المعرض سيغطي كل المناطق على مستوى الجمهورية للوصول لكل المواطنين بتقديم كل السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة كما تحدث رئيس مجلس الوزراء. فبالتالي يعني أهلا رمضان يقدم كل هذه الفرص وكل هذه التخفيضات للمواطنين في منطقة فيصل وفي كل المحافظات. هذه هي الصورة من داخل معرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل.